إذن وكما ورد في العناوين، عرض اليوم الوزير الأول أحمد يحيى بيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس معاذ بوشارب بحضور عدد من أعضاء الحكومة. وخلال تدخلها ثمن الوزير الأول الإنجازات المحققة في السنوات الأخيرة لاسيما في مختلف المجالات رغم الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد إثر انهيار أسعار النفط سنة 2014 والذي تسبب في تقليص المداخيل الخارجية للبلاد بنسبة 70%، حيث فصل بالأرقام والمعطيات نتائج المحققة في عديد القطاعات الحيوية. تميزت السنوات الخمسة الأخيرة بحصيلة هائلة، وقد تحققت هذه الحصيلة رغم انهيار أسعار النفط منذ سنة 2014 والذي تسبب في تقليص المداخل الخارجية لبلادنا بنسبة 70%. أولا، تسليم 1,200,000 سكن. ثانيا، تسليم حوالي 1,000 ثانوية متوسطة وكذا 5,000 قسم جديد وحوالي 700 مطعم مدرسي. ثالثا، تعزيز الجامعة ب 200,000 مقعد بيداغوجي و 120,000 سرير لإيواء الطلبة. رابعا، استلم قطاع التكوين المهني حوالي 100 مؤسسة جديدة. خامسا، استفاد قطاع الصحة من منشآت جديدة منها 29 مستشفى و 130 عيادة متعددة الخدمات ومراكز صحية وأربع مراكز لمكافحة السرطان و 12 مركز خاص بالأم والطفل. سادسا، ربط 1,600,000 بيت بشبكة الغاز الطبيعي وحوالي 2,000,000 بيت بشبكة الكهرباء. سابعا، إنجاز 8 سدود و 1,008 عملية حفر آبار وكذا محطتين لتحلية مياه البحر لتعزيز طاقات تعبئة الماء الشروب، كما تعززت شبكة التطهير بحوالي 600 عملية إضافة إلى إنجاز 26 محطة التطهير. ثامنا، توسعت شبكة الطرق بأكثر من 3,500 كيلومتر، في حين سجلت شبكة السكك الحديدية بناء وعصرنة أكثر من 1,000 كيلومتر. وإلى هذه الإنجازات تضاف عدة منشآت مرفائية ومطارات ومحطات للنقل الحضاري. تاسعا، وسجلت وكالة الوطنية لدعم الاستثمار أندي أكثر من 26,000 مشروع بقيمة فاقت 8,000 مليار دينار، وأحصى الاستثمار الفلاحي أكثر من 67,000 مشروع مدعم من طرف الدولة بمبلغ فاق 350 مليار دينار. ومن خلال كل ما سبق يتأكد أن المرحلة الخماسية الأخيرة بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هي مرحلة ثرية بالإصلاحات والإنجازات، مرحلة سمحت للجزائر بتجسيد تقدم ملحوظ في جميع المجالات.